خلاص يا اما لو عشان نبدا المشروع بتاعنا. طبعا مفترض ممكن انتوا متاح ليكم انكم تشتغلوا ببرامج جاهزه, سواء كنت تعمل بقى سام بالفوتوشوب بتاعك هتقسم السايت مفيش عندي مشكله, او لو كنت هتشغل ارتستر مثلا وتطلع برنامج جاهزه, او مثلا اكزارا او اي برامج من البرامج اللي هي بتاعت الايه بتاعت الديزاين بتاع الويب سايتس مش عندي مشكله, او هتنزل تمبلت جاهز ما عنديش اي مشكله, المهم ان في ديزاين يبقى متواجد خلاص. بس انا عشان كمادة علميه برضو لازم تكون فاهم الديزاين ده اتكون ازاي, عشان لو انت عملته بالفوتوشوب هيجنريت ليك, هيجنريت هيطلع ليك خلاص HTML و CSS و جافا سكريبت. لو انت شغال بارتستر هيجنريت ليك HTML و CSS و جافا سكريبت. لو انت شغال بما يعادل ارتستر زي اكزار هتلاقيه بيطلع HTML و CSS و جافا سكريبت. لو انت شغال ببرامج اي نزلت تمبلت على الانترنت هتلاقيه عباره عن HTML و CSS و جافا سكريبت. فمحتاج انك انت برضو تكون عارف اللغه دي ايه عشان تعرف تخش بايديك حتى في النص. لما تخش بايديك في النص بقى انت عارف ده يقصد بيه ايه, تخش في النص بقى انت عارف ده يقصد بيه ايه عشان تعمل الصفحه الرئيسيه بتاعتك بتلك بالطرق الجاهزه دي, او لو انت هتعمل حاجه مانيوال بايديك يبقى عندك طريقتين خلاص. انك ممكن تشتغل الصفحه تقسمها كلها فريم سيت, تقسم الصفحه دي كلها ايه فريم سيت خلاص. طريقه هتلاقيها معتاده بس مش حلوه عندها مشاكل خلاص, بس الطريقه برضو كويسه والناس بتعمل بقى ايه, بس يعني بامانه ما شفتش مواقع محترمه بتعمل بالفريم سيت غير يعني حاجات بسيطه, غير يعني حاجات ايه بسيطه جدا. طيب يا اما تشتغل انت تكتب الصفحه بتاعتك كلها على بعضها وتقسمها بحاجه او باسلوب اسمه HTML5 خلاص كده. HTML5 طبعا هو كان ليه مقابل زمان بتعمل حاجه اسمها ديفز خلاص, تقسم الصفحه بتاعتك قطع كده قطع قطع وتبدا تبني كل قطعه ايه لوحدها بس تطلع في الاخر معاك صفحه واحده, او زي ما اتفقنا ان احنا هن ايه هنعملها بالاسلوب الحديث اللي هو بتاع HTML5 خلاص كده. فانا هعملها بالاسلوب الحديث بتاع HTML5, وبرده مش هنسى ان انا اشرح لكم مره لايه الفريم سيت عشان تبقوا عارفين برده بيتكون ازاي. فافتراضا ان احنا بنعمل عايزين نعمل ويب بيج اساسيه كده, والويب بيج دي عايزين نطلعها مثلا بالمنظر ده. خلاص كده على سبيل المثال يعني عايز الصفحه بتاعتي انا فيها هيدر كده من فوق اسم الموقع يعني طبعا هقدر اغيره زي ما انا عايز يعني بس بتكلم بشكل عام خلاص. وفي شريطه كده مكتوب فيها مش عارف ايه كده شايفينها مايله كده من فوق على الشمال من فوق دي مكتوب عليه HTML5 روكس ولا ايه؟ روكس خلاص كده؟ هتبقى مايله طبعا ازاي نميل حاجه مكتوبه يعني نعمل لها كشريطه كده, طبعا ده هيبقى هيتدخل فيها سي اس اس لان السي اس اس هو المختص بالديزاين خلاص, هو بيحسن العرض لان HTML هي اللي بتعرض الحاجه, بتعرض صوره هي اللي بتعرض الكلام هي اللي بتعرض صح لا, لكن بالنسبه لي السي اس اس هي اللي بتحسن شكل العرض يعني HTML ما ينفعش يقول لك اعمل الكلام ده مايل ما يعرفش, لكن السي اس اس ممكن هي تقدر تقول له ايه؟ مايل الكلام. فهمتوا الفكره؟ يعني سي اس اس جاي تظبط العرض, تظبط مين؟ تظبط العرض خلاص. طيب والجنب اللي على الشمال ده الجزء دوت الحته دي هنعملها عباره عن مجموعه من اللينكات تحت بعضها كده كمنيو خلاص كده, وعايزين نعمل الصفحه بتاعتنا مجموعه من السكشنز, سكشن كده سكشن كده سكشن تحتيها يعني اجزاء كده تحت بعض, وعلى جنب كده هتكلم موضوع على يعني هتكلم على حاجه كده على هامش الموضوع على جنب هنا خلاص, اعملها نوع بالشكل ده. وعايز يبقى الصفحه بتاعتي ليها فوتر, فوتر يعني حاجه من تحت الكوبي رايت مش عارف ايه يعني نكتب كلمتين من تحت كده في كل مواقع يعني الموقع ده كلها معظمها لازم تكون متفقه في حاجات اساسيه, لازم يكون فيه هيدر ايا كان بقى بالاسلوب الجديد كبير او صغير او مش عارف ايه مش مهم, بس لازم يكون فيه ايه فيه هيدر, ولازم يكون فيه فوتر, لازم يكون فيه ايه فوتر يعني ايه شريط من تحت لما مكتوب فيه مثلا ممكن يكون فيه مكتوب مثلا سايد ماب مش عارف ايه شويه لينكات كده عشان تتعرف علينا مش عارف ايه الكلام ده اللي هو مش مرتبط قوي بالايه؟ بالكونتنت بتاع الموقع لكن مرتبط بالموقع ذات نفسه. هتفهم حاجه؟ يعني مش مرتبط بمحتوى مثلا موقع ده بيبيع مثلا بيبيع فكه مثلا فهتلاقي الفوتر من تحت ملوش دعوه اه صح هو مين اللي عمل الموقع وترتيبه الموقع مش عارف ايه بس طبعا ملوش دعوه بالفكه يعني, فتلاقي الفوتر دايما بيشيل معلومات عن الايه؟ عن الموقع مش الموقع ده مش الموقع ايه
بيعطي شبائح والطبع ومش عارف ايه وكلام منه. خلاص كده كلام جميل. بعد كده بيبقى الصفحات بتاعتك بتبقى متقسمه، يعني الاسلوب الحديث ده متقسم الصفحات بتاعتك عباره عن سيكشنز. متقسمه ايه؟ سيكشن. سيكشن مثلا بيعرض لي اخر منتج، سيكشن مثلا بيعرفني الشركه، سيكشن حته كده يعني القطعه بتاعتي موجوده هنا كده. خلاص ممكن تكتب على الجانب اللي على اليمين اي حاجه مهمه او اي حاجه على جانب الموضوع او لمش الموضوع بيبقى على جنب ده. طبعا طبعا الصفحه البيج دي ليها غرضين، ليها غرض، ليها غرض ان انت تعمل موقع ويب سايت، وليها غرض تعليمي برضه انك تشتغل بالاسلوب الايه؟ بالاسلوب الحديث ده. شباب كل واحد يقول لي مش عايز الاسايد ده، انا على جنب ده مش عايز الجنب الجانب ده مش عايزه، مش مهم، بس انا عايز اقول لك لان هو من المكونات الاساسيه للصفحات، المكونات الاساسيه لايه؟ للصفحات. هنشوف دلوقتي نعملها ازاي مع بعضين ان شاء الله. يعني هقوم جاي كده فاتح الفيجوال ستوديو بتاعك خلاص كده، وعايزين واحده واحده نحاول نوصل لايه؟ للمنظر بتاعنا. هقوم جاي اهم حاجه بقى من فايل نيو، فايل نيو ايه؟ من فايل نيو ويب سايت، من فايل نيو ويب سايت. خلاص كده افتح من فايل نيو ويب سايت، واقوم اتاكد ان انا مختار فيجوال ايه؟ سي شارب. اتاكد ان انا مختار فيجوال سي شارب مش مختار فيجوال بيزك، واختار اي اس بي دوت نت امبتي ويب سايت. اي اس بي دوت نت امبتي، امبتي ويب سايت. واي اس بي دوت نت امبتي ويب سايت يعني موقع ويب سايت اي اس بي دوت نت جاهز بس ايه؟ ابيض يا ورد فاضي. خلاص كده فاضي. قال لي هتسميه ايه وهتحطه فين؟ هتسميه ايه وهتحطه ايه؟ فين؟ ده مهم طبعا بالنسبه لك، تاخد بالك انك مسيبه مثلا على الاي جوه اي اس بي دوت نت بروجيكتس جوه تيستس ويب سايت 17. تقول لا مثلا هنسميه اي اسم تاني. خلاص هنسميه مثلا ايه؟ او فروتس ويب سايت اللي هو موقع لبيع الايه؟ الفاكهه. حلو الفاكهه. خلاص على الاقل نعرف نلاقي لها صور يعني. إيه الناس برضو مش عايزه تتشغل، بس عشان انت بتتكلم على تسويق وتجاره الكترونيه لازم تعرف ان عندك حاجه عايز تسوقها، عايز تبيعها. احنا بنتعلم كده بس بالطريقه الالكترونيه اللي هي ايه؟ اوفر ويب سايتس. خلاص كده. طيب قلت له ماشي اوكي خلاص، اللي هو الويب سايت كده بيكرييتنج اهو، وقال لي خلاص عملته لك. حد شاف حاجه؟ عملوك بس فاضي، مش اخترت امتي. طبعا مش هتكلم بقى سوليوشن اكسبلورر ومش عارف ايه والكلام ده عيب. خلاص طيب ادي الويب سايت بتاعك اسمه فروتس ويب سايت، وفي ملف اسمه ويب دوت كونفج، مفيش غيره ده لسه هنعرفه هو عباره عن ايه. المهم احنا عايزين نضيف ملف اتش تي ام ال كده نبدا نعمل بيه الصفحه الرئيسيه بتاعتنا، صح كده ولا لا؟ هقوم جاي كده من قائمه ويب سايت اد نيو ايتم. خلاص كده وقوم جايب هنا اتش تي ام ال بيج. اتش تي ام ال ايه؟ بيج. قال لي اسميها اتش تي ام ال بيج دوت اتش تي ام ال، قلت له ده اسم برضه. لا اسميها ايه مثلا؟ ديفولت ديفولت دوت اتش تي ام ال، ديفولت دوت اتش تي اتش ام ال، قلت له اد. فعمل لي الصفحه. اول حاجه قال لي دوك تايب اتش تي ام ال، يعني الملف ده عباره عن ملف مين؟ ملف اتش تي ام ال. انا عايز اسال سؤال، انتوا خدتوا نبذه عن اتش تي ام ال؟ فاحنا محتاجين نبص بصه على الايه؟ على اتش تي ام ال فايل. في جزء اسمه هيد، في جزء اسمه ايه؟ بادي. خلاص كده؟ جزء اسمه هيد بنحط فيه معلومات عن الصفحه، بنحط فيه معلومات عن مين؟ عن الصفحه. لكن البادي بنحط فيه حاجات اللي هتظهر في الصفحه. اللي هتظهر في الايه؟ في الصفحه، بدون تطويل يعني. المهم الهيد ده مثلا العنوان اللي بيطلع هنا، عشان شايفين الموقع لما يجي يطلع له العنوان هنا فوق خلاص بيطلع لك ايه؟ بيطلع لك هنا من التايتل. خلاص كده؟ فانا اقول له مثلا ايه؟ خلاص كده؟ يبقى ده العنوان اللي هيطلع فوق فين؟ لما يبقى بيرن هيطلع لك هنا. حلو قوي، ده التايتل.
حاجه تانيه من ضمن التاجات، تاج اسمه ميتا. تاج اسمه ايه؟ التاج اللي اسمه ميتا، تاج اسمه ميتا ليه حاجه اسمها كاركتر سيت. طبعا عندنا مشكله، عندنا زمان مشكله في اللغه العربيه، انت تعرض على انترنت ممكن تطلع كلام مشخبط كده ومش عارف ايه، فاكر الكلام ده؟ طبعا تختار بقى كليك يمين وانكودنج، وتختار مش عارف يو تي اف 8 عشان يقدر يحول لك الكلام العربي ويفهمه البراوزر وكلام من ده. احنا بالنسبه لنا دايما بنكتب ايه؟ كاركتر سيت يو تي اف 8 وقف الميتا كده. كده معناها ايه؟ يعني الصفحه تبقى معمول لها انكودنج بطريقه اسمها يو تي اف 8، واليو تي اف 8 دي بتدعم معظم اللغات بما فيهم العربي. فدايما ده يعتبر سطر ايه؟ ثابت معانا. خلاص الصفحه بتاعتنا بتدعم العربي، مفيش فيها مشكله خالص، وبقيه اللغات الثانيه مفيش اي مشكله فيها. خلاص كده؟ طيب. هتتكتب اه لا كده مش هتتكتب غلط معنى العربي خالص كده خلاص. في عندنا مش عندنا مشكله ان شاء الله في اللغه العربيه خالص لما تتكتب على البراوزر. وصلت؟ عشان اشتغلنا بنظام بيدعم اصلا اللغه دي. ما يبقاش عنده مشكله عند اليوزر لما يجي تعرض تلاقي الكلام كله بقى ايه؟ ساعات كده ما حصلتش معاك ولا مره؟ خالص؟ ولا انت بتفتح ايميل كده لقيته مشخبط كده ولا اي حاجه؟ طيب ما هو ده لو انت كنت عملت انكودنج يو تي اف 8 كانت لقيت عدم. فاحنا بقى بنقول له اعدله من غير ما نخلي اليوزر يروح يعدله. خلاص كده؟ معناها كده يعني. طيب احنا اتفقنا ان ال HTML هي لغه الخاصه بعرض صفحات على الانترنت، بعرض الصفحات على مين؟ على الانترنت. وقلنا لغه ال CSS اللي هي اختصار كاسكيدنج ستايل شيت، دي اللغه اللي بتحسن شكل العرض، اللي بتحسن شكل مين؟ شكل العرض. فاحنا هنعمل الصفحه بتاعتنا HTML عادي ونحسن شكلها بمين؟ بال CSS. خلاص كده هنحسن شكلها بمين؟ بال CSS. فانا هاجي كده من كلمه ويب سايت، اد نيو ايتم، وادور هنا على صفحه ايه؟ اسمها ستايل شيت، وبتاخد امتداد ايه؟ دوت سي اس اس. تمام، امتداد دوت سي اس اس. خلاص كده؟ واحنا اتفقنا ان دي اللغه الخاصه بالايه؟ تحسين العرض. تحسين الايه؟ العرض. واقوم دايس على اسيب اسمها او اغير اسمها، اسميها المين ستايل. المين شيت؟ لا، المين ستايل. يعني ايه المين ستايل؟ التنسيق الرئيسي، التنسيق الايه؟ الرئيسي. قلت اد. وانا ماشي اعرفك اللغتين دول بيشتغلوا ازاي مع بعض. هبدا على اتش تي ام ال، ايه دي اللي هنعرض فيها، ولما احب احسن شكل العرض هحسنه بمين؟ بال سي اس اس. خلاص كده؟ طيب هاجي للديفولت الصفحه بتاعتي، عايز اقول للصفحه دي انت بتطبقي التحسينات اللي موجوده في الملف ده، لان انا ممكن يكون عندي اكتر من ايه؟ اكتر ملف، وعايز الصفحه دي تطبق التحسينات اللي موجوده في الملف ده، او عايز الصفحه دي تطبق التحسينات اللي موجوده في ملف غيره. صح ولا ايه؟ ازاي احدد للصفحه ان هي هتطبق التحسينات اللي موجوده في الملف ده؟ اعمل ايه؟ اقوم جاي على ديفولت اتش ام ال، واقوم جاي هنا قايل له ايه؟ ستايل. اقوم جاي عامل هنا حاجه اسمها ايه؟ ستايل. واقوم عامل حاجه اسمها ريلاتيف، سوري، يعني انت هتتربط بستايل شيت. انت هتتربط بمين؟ بستايل شيت. خلاص كده؟ يعني انا عايز اربطك بستايل شيت. قوم قايل له هايبر ريفرنس. يعني ايه هايبر ريفرنس؟ لا، عنوانه فين؟ اتش ار اي اف. هايبر ريفرنس معناها ايه؟ عنوانه الملف باصه فين؟ معناها الملف باصه فين؟ طبعا ملف الستايل هنا محطوط جنب مين؟ ملف الاتش ام ال. فانا هقول له انا عايز الملف اللي اسمه مين؟ ستايل دوت سي اس اس. يبقى كده باختصار ايه اللي عملناه دلوقتي؟ احنا جايبين كاتبين ستايل، معلش اسف، هو ما اسموش ستايل، اسمه لينك. اسف، اسمه لينك. اسمه ايه؟ اسمه لينك. يبقى انا بقول لينك يعني عايز اربط الصفحه دي، اربطها بحاجه ثانيه. بقول الاول انا هربطها بحاجه اسمها ايه؟ ستايل شيت. واقوم قايل له ادي الباص بتاع الملف اللي انا عايز اربطه. احنا عملنا ايه بس دلوقتي؟ ايه اللي احنا توصلنا له؟ ده اول امر مهم بالنسبه لي. ايه معنى الامر ده؟ معناه انا كده ربطت ملف ال HTML ده بملف التحسينات بتاع CSS ده. ده ملف الربط. بكتب ان انا هلينك يعني هربط. هلينك يعني ايه؟ هربط ملف ستايل شيت، الملف اللي موجود في المكان الفلاني اللي هو ده، اللي اسمه ايه؟ مين ستايل دوت سي اس اس. خلاص كده؟ فيها مشكله؟ محدش بيرد؟ يبقى مفيش مشكله. ممكن ال HTML اللي هو الموبايل ده يبقى ليه 2 اس اس، سي اس اس يبقى
ممكن ممكن بس مش معتاد، مش معتاد خلاص. معتاد دايما يبقى دايما ايه في ملف ستايل شيت بيحسن الشاشه، لكن ممكن يكون عندي اكتر من فايل اتش تي ام ال في ديفولت، وفي مش عارف صفحه ادمن، وفي صفحه ايه، كل صفحه تكون بتعمل ايه، ممكن كل صفحه تكون بتعمل ستايل معين. بس برضه في جميع الحالات لا، برضه بتلاقي دايما الموقع كله دايما يفضل يكون ميه واحده. يعني ايه ميه واحده؟